بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناة عالم ريحانة. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نصنعوا فيه معقم اليدين. كما لا يخفى على البعض منكم أنه صار يفتقد على الصيدليات ولا على الأسواق الكبرى، فلما لا نتعلمه كيفاش نصيبوه داخل البيت. أهم عنصر اللي غنحتاجه له هو الكحول، يكون تركيزه 91%. اذا غنحتاج لواحد الكحول اللي التركيز ديالو يكون عالي 91%، واحتاج الى جل ديال الالوفيرا، جل ديال الصبار اللي يكون طبيعي 100%، او ممكن ناخذ هذه الماركه، هذه راه جيده. ساحتاج الى بعض القطرات من الزيت، المهم الزيت الفائده ديالو فقط عطريه، ممكن نستعمل زيت السالميه، زيت ديال السالميه، او زيت شجره الشاي، او زيت ديال الورد. انا غادي نخدم ان شاء الله بزيت الورد. غناخذ واحد الاناء، اذا غادي ناخذ اول حاجه غناخذ نصف كوب ديال جل الصبار، وغادي نحتاج الكوب واحد ديال الكحول. غادي نخلطهم حتى يتخلط جل الصبار مع الكحول. ثم غادي نضيف بعض من قطرات ديال زيت الاساس ديال الورد. 4 قطرات او 5 قطرات هي كافيه باش تخفي لنا رائحه الكحول القويه. غادي نخلطو، وغادي نختار واحد العلبه، سواء تكون هذه اللي كتسهل عليا ناخذ المطهر، او علبه صغيره اللي ممكن نديرها في الجيب ديالي ونخرج بها. يعني هذه ممكن نخلوها في الدار، هذه نخرجوها معنا البر. غادي نخوي هنا ونتلقى بعد قليل. هو المحلول اللي حصلنا عليه، ممكن ان ارج القارورة قبل الاستعمال، اخذ القليل منه وممكن ندهن به اليدين ديالي، فكنكون حصلت على واحد المعقم اللي خالي من المواد الضاره. وداك الزيت ديال الورد راه كيساهم في اعطاء الرائحه الزكيه. بهذا الطريقه كنكون حصلنا على واحد المعقم ديال اليدين فقط بثلاثه المكونات، وغادي يكون ان شاء الله كافي باش نقتلوا اي جرثومه او اي فيروس ممكن يقتل اليدين ديالنا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا اعجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على الزر ديال الاعجاب، واذا كنت اول مره ترى عالم ريحانه فاذا اعجبك المحتوى ما تنساش تخلي اشتراك. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.